شايفين كده. الو اهلا بيكم معنا في موقع اوكازيون وفيديو جديد الاكس 8 الترا ماكس. قبل ما نبدا الفيديو لايك سبسكرايب للقناه عشان يوصلك. ازاي نربط الساعه للموبايل سواء اندرويد او ايفون؟ الخطوات واحده مفيش اي اختلاف. ركز معايا في الخطوات اللي جايه عشان الخطوات دي بتتقسم لجزئين، جزء عن طريق الابلكيشن الخاص بالساعه وهو الويف برو، وجزء خاص بالبلوتوث بتاع الموبايل. لو في خطوه من دول انت مركزتش فيها للاسف هتلاقي في حاجات مش كامله معاك، يعني ممكن تلاقي الاشعارات مش شغاله، ممكن تلاقي المكالمات مش شغاله. فركز كويس قوي في الخطوات اللي جايه معانا دي عشان تعرف ازاي تربط الساعه بالموبايل. طيب طريقه التشغيل وربط الساعه بالموبايل سواء اندرويد او ايفون، الموضوع بسيط جدا جدا جدا. هنزل الابلكيشن الخاص بالساعه وهو الوير فيت برو، ده شكل الايقونه بتاعته. فيت برو ده اسم الابلكيشن، او تعمل اسكان للكيو ار كود ده عشان تنزل الابلكيشن. هتلاقيه موجود في كتيب التعليمات الكيو ار كود بتاع الابلكيشن سواء الاندرويد او الاي او اس. نعمل تثبيت عبال ما الابلكيشن ينزل ويعمل له اختبار الامان. هنفتح الساعه وهننزل الستاره من فوق لتحت وهنختار البلوتوث ده يبقى باللون الازرق، ما يكونش لونه رمادي. لو رمادي كده البلوتوث مش شغال. نشغل البلوتوث باللون الازرق كده. نفتح الابلكيشن، بص بقى معايا ركز، هندوس على موافق وانا اعرف. طبعا لو حابب تعمل اكونت على الابلكيشن او تسجل الدخول على طول عن طريق اكونت جوجل، بس الاول توافق على الشروط بتاعت الابلكيشن وتدخل عن طريق جوجل. كده عملنا تسجيل عن طريق اكونت جوجل وبيعمل لوجن. اول ما الابلكيشن بقى يفتح معانا هيطلب مننا الصلاحيات، هندوس سماح. طبعا دي واجهه البرنامج زي ما احنا شايفين كده. اول حاجه اللي هي منزل ديت اللي هي السجل الرياضي بتاعك وانت عملت ايه، وفي تدريبات يوصى بها، وهنا اسبورت. دي بقى دي كل التدريبات اللي انت تقدر تعملها زي ما انت شايف كده، فيديوهات وحاجات على الابلكيشن. هنا ميكرو لايف دي ما تهمناش، خلينا في المعدات دي اللي تهمنا في الابلكيشن. هنعمل ايه بقى؟ هندوس على اضف جهاز بالشكل ده كده. هيقول لك السماح، وهنا هيقول لك ان انت محتاج تفتح اللوكيشن بتاع الموبايل تشغل جي بي اس يعني. وانصحك كمان ان انت تشغل البلوتوث بتاع الموبايل بالمره عشان انت هتربط الساعه بالموبايل عن طريق البلوتوث برضو. ونرجع تاني باك على الابلكيشن، هندوس على اضف جهاز، هيعمل مسح. طبعا هنا الساعه ظهرت، وهنا الرقم اللي انت شايفه ده خلينا اقربه لك اللي هو ده الماك ادرس بتاع الساعه اللي انا قلت لك عليه، موجود في السيتنج في حول. هتلاقي هنا الماك ادرس ده، بعرف اذا كان عندي كذا ساعه على الابلكيشن، مثلا انا واخويا، انا واي حد تاني في البيت معانا نفس الساعه، فظهر لي كتير فانا مش عارف اني واحده فيهم. اشوف الماك ادرس هي دي الساعه بتاعتي. طيب ده في حاله ان الساعه ظهرت معايا على الموبايل. طب افرض ان الساعه ما ظهرتش معايا هنا على الموبايل، اعمل ايه؟ الموضوع بسيط جدا. هندخل على السيتنج، الاتصال بالهاتف، طلع لنا كيو ار كود. هاجي هنا كده في الابلكيشن على كلمه مسح، هيفتح معايا الكاميرا بتاعه الموبايل وهعمل سكان للكيو ار كود ده كده، وبس كده هيروح جاي رابط الساعه على طول بالموبايل. لو انا حبيت اربطها بالكيو ار كود كده، لو ما ظهرتش معايا تمام، لو حبيت اربطها زي ما هي ظهرت كده مجرد انا ضغطت عليها هيعمل اكتر. ده بعد كده الخطوات اللي هو بيعملها. نركز بقى في الخطوات. هنا عايز ان هو يوصل للاشعارات، الرسائل اللي هتجي لك، المكالمات، الكلام ده كله هو لوحده بيحولك عليها في الاندرويد. ادور على الوير فيت برو واعلم عليه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، واقرا التعليمات، استنى يخلص وقت، وارجع تاني باك على الابلكيشن. تمام، هنا دي بيقول لي ان هو هيوصل كمان لجهات الاتصال عشان يشوف مين اللي بيكلمني، وهنا اذنات الهاتف ومكالمات الورده. تمام، بدي له كل الصلاحيات. هنا بقى اللوكيشن عشان بطاريه الموبايل ما تخلصش معاك، فهنقول اثناء الاستخدام. بعد كده الرسائل هقول له تمام. هنا اختار الاشعارات اللي جايه لك، لازم يكون متفعل زي ما انت شايف كده، والهاتف كمان متفعل، والرسائل، والاضافه الى ذلك دي اللي هي اي اشعارات ثانيه هيجي لك على الموبايل. بعد كده ندوس على تنفيذ. تمام خلاص، هو هنا عشان يقول لك بعض النصائح لو توفر البطاريه، دي نسبه شحن البطاريه وبتاعه الساعه واسم الساعه وكده. طيب هل احنا كده ربطنا الساعه بالموبايل؟ بس جزء واحد بس اللي هيجيب لك اشعارات، لكن مش هتعرف تتصل من الساعه. يعني لو جينا ندخل على اتصال مثلا، بص لسه المشكله ظاهره معانا. طيب نربطها ازاي بقى؟ زي ما قلت لك في بدايه الفيديو ان احنا نكون مشغلين البلوتوث، وندخل على البلوتوث بتاع الموبايل بالشكل ده كده، ونعمل بحث عن الاجهزه المتاحه. هنلاقي اسمه ووتش كول زي ما انت شايف كده،
ده اللي هو البلوتوث بتاع الساعه، نعمل له اقتران. ركز بقى معايا كمان، هنا هو عمل اقتران بلوتوث، هندخل على الاي دي او السهم ده بعض الموبايلات، ولازم تشغل مشاركه جهات الاتصال. خلاص نرجع تاني باك، خلاص كده عملنا كونكت بلوتوث وكونكت موبايل. طب هل لما ادخل على الساعه بالشكل ده كده على الاتصال هلاقيه بيشغل معايا؟ اه خلاص كده. شفت بقى الموضوع بسيط ازاي؟ هنا المكالمات الاخيره والشخص اللي يمكن الاتصال بيه اللي هو رقم الطوارئ يعني، وهنا لوحه الاتصال لو حبيت تتصل مثلا باوكازيون 0 1 6 1 2 3 3 9 وتدوس اتصال. ليه بتصل من الساعه؟ بتصل من الموبايل على طول. خلاص كده يعتبر احنا ربطنا الساعه بالموبايل وكل حاجه تمام. نشوف بقى بقيه التفاصيل كده، الاشعارات هتجيلنا والواتساب والكلام ده. تعال نشوف بقيه التفاصيل مع بعض. اول حاجه هنا الخطوات والسعر الحراري والحاجات التفاصيل اللي احنا قلنا عليها الرياضيه. هنا الخلفيات لو حبيت تغيرها تدخل على كل الاوجه، هيجيب لك كل الفيسز اللي انت تقدر تنزلها على الساعه زي ما انتم شايفين كده كتير. اللي بعد كده فيديوهات تعليميه للابلكيشن، يعني حاجه عندنا اداره المميزات التنبيه دي اللي هي الاشعارات اللي هتجي لك على الموبايل وهتجي لك على الساعه. هندوس طبعا اثناء الاستخدام اللي هي اختار اشعارات اللي هي الهاتف والرسائل والواتساب والفيد برو جيميل والتيك توك والكلام ده كله، وهو هنا متفعل. لو لقيتهم باللون تاني او مش متفعلين فاعلهم. جهات الاتصال اقدر اضيف اي اسم انا عايزه عن طريق علامه الزائد دي عشان يظهر معايا على الساعه. ضفت رقم اوكازيون اهو، لو دوست على اس او اس دي اللي هو الرقم اللي يمكن الاتصال بيه اللي هو رقم الطوارئ، هيبقى رقم الطوارئ. اقدر اضيف اسامي تاني عادي كده. بطاقات العمل هي الاختصارات باركود يعني بتاع الويشات والفيسبوك والواتساب والحاجات دي كلها. تقارير التاكس، ده هنا التاكس طبعا اقول له اثناء الاستخدام، هيقول لك درجه الحراره، وطبعا هلاقيها ظبطت معانا في الساعه اللي هي التاكس. بص كده اشتغلت معانا، ما كانتش شغاله معانا من شويه. جهاز البحث هيدور على الساعه لو انت نسيتها في اي حته، بيعمل صوت. تذكير صحي، ده لو عندي دواء مثلا معين باخده في وقت معين بظبطه والساعه بترن معايا. محفظه اللي هي علي باي وباي بال. انذار اللي هو المنبه، تقدر تضيف منبه من هنا عشان يرن على الساعه دي. حزمه بطاقه اللي هي ال NFC او اللي هي الفيزا كارد او اي حاجه فيها NFC يعني. اعدادات اخرى يقيس لك نبضات القلب كل ساعه، رفع اليد لاضاءه الشاشه، هي موجوده اصلا على الساعه نفسها. هنا نظام الساعه 12 ساعه برضو او 24 ساعه، لو انا حبيت اعمل 12 ساعه اعمل كده اهو. وطبعا هي موجوده على الساعه وريتها لكم من شويه في شرح تفصيلي للساعه. اداره الجدوله، هنا يوم معين او حاجه معينه زي اللي موجود على الموبايل الكالندر يعني. النتيجه اقدر اضيف يوم معين يعمل لي منبه او تذكير بحاجه معينه انا عايز اعملها، وهترن طبعا على الساعه. بعد كده ده دليل المساعده، بيشرح لك تفصيل البرنامج، وهنا ترقيه البرامج الثابته اللي هي على الساعه، الاصدار بتاع الساعه واحدث حاجه، وريتها لكم من شويه عن طريق الاباوت بتاع الساعه. اعدادات المصنع، ده بيعمل ريسيت للساعه من هنا. طيب هيفرق ايه عن الريسيت اللي موجود في الضبط؟ قاعد ضبط المصنع هيفرق فيه. لو انا مثلا عملت باسورد او كلمه سر ونسيتها، مش عارف افتح الساعه، بس انا رابطها بالابلكيشن، رابطها بالموبايل، كل القصه هدخل على الموبايل اعمل ريسيت فاكتوري، خلاص كده هيعمل لي ريسيت للساعه وهيطير لي الباسورد بتاعه الساعه اللي على الموبايل. خلاص هنا معلومات الجهاز، اسم الساعه اهو زي اللي موجود في السيتنج في الاباوت، X8 الترا ماكس، وده الماك ادرس بتاعها زي ما انا قلت لك عليه. هنا حسب الجهاز الحالي انا اقدر الغي الاقتران بتاع الساعه. دي كده كل التفاصيل الخاصه بالابلكيشن والساعه وطريقه ربطه. تعال نشوف بقى الاشعارات لما تيجي على الموبايل هتجن على الساعه بالشكل ازاي. كده وصل الاشعار، نشوف عن طريق الرساله. بص كل الرسائل اهي، ندخل على مثلا دي. انا بقى نروح نشوف تجربه للمكالمه من الساعه دي، وهل لو انا مثلا في جيم او في مكان مفتوح اقدر ان انا اسمع اللي بيكلمني ولا احتاج ان انا استخدم الموبايل؟ فاحنا المكالمه على الساعه والتليفون في نفس الوقت، هنرد بقى. الو، ايوه احنا دلوقتي كده فتحنا ونجرب المكالمه من الساعه الاكس 8 الترا ماكس، وده صوت الساعه في مكان مفتوح زي ما انتم شايفين كده. الو، ايوه اتكلم تاني كده. ده كده الصوت، اتكلم تاني. اتكلم تاني. كده انا بكتم الصوت واشغله، هات بقى عن قرب كمان. ايوه تاني كده. ايوه سامعك تمام، انت سامعني؟ اه لا الصوت واضح تمام زي ما انتم شايفين كده في مكان مفتوح والصوت ممتاز ما شاء الله. والاسم ظاهر طبعا بالعربي بس الحروف زي ما انتم شايفين كده الحروف متشقلبه. ولكن مفهومه طبعا، لو الاسم بالانجليزي الاسم هيبقى واضح عادي مفيش اي مشكله.
ده صوت الساعه اهو في مكان مفتوح زي ما انتم شايفين كده. طيب في اي تعليق على الصوت؟ يعني صوتي واضح بالنسبه لك؟ انا كده بعيد على فكره وبصور من بعيد المكالمه. الو؟ ايوه ايوه. لا لا مفيش اي تمام. مفيش اي تعليق على الصوت يعني؟ لا لا خالص تمام. وده الصوت زي ما انتم سامعين كده واضح، واقدر ان انا ارد عادي لو انا سايق او ماشي او في اي مكان زي ما انا بعمل دلوقتي كده. ماشي تمام تمام شكرا. طيب تعالى نجرب الموسيقى اللي على الساعة اشتغلت معانا ولا لا بعد ربط الساعة بالموبايل. طبعا احنا مشغلين موسيقى على التليفون واقدر اتحكم هنا مستوى الصوت. تعالى نسمع مع بعض صوت الساعة. نشغل ده كده صوت الساعة على الطبيعة. بوطي طبعا الصوت وعلي، وهنا طبعا على الموبايل اعلى حاجة. صوت الساعة على الطبيعة. وكمان الفيديو لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير للفيديو، ورابط الشراء هسيبهولك اسفل الفيديو من خلال موقع اوكازيون.com والتجربة قبل الاستلام.